في ابيات، يعني بعض ابيات انا خدتها من على الانترنت من صفحه الشاعر الاذاعي الكبير سيد حسن في حق مصر، بيقول: سلمت يا مصر ارضا وشعبا وروحا شامخه لا تعرف الانحناء، على قبه الارض يعلو نداء فيهتز بالروح غصن الرجاء، وتحنو سمائي ويدنو فضائي ويزدحم الافق بالانبياء، وتسعى الى العين اسراب دمع فتمسكها عصمة الكبرياء. هي الأرض أرضي ستبقى سلاما سماحا يداعب وجه السماء، هي الأرض قمح نخيل وكرم وزيتون خير وخبز وماء. هي مصر كده، هي مصر كده، هو ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلها كده رغم أنف كل الحاقدين والكاذبين.